يا حبايب قلبي، يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الهنا، مساء راحة البال والطمأنينة والأمان. يا حبايب قلبي بحبكم موت موت موت. أحلى حاجة كده ممكن تسعد أي ست حاجتين، يا مشتريات يا الهدايا من الناس الغالية. أعتقد الاتنين دول مفيش تالت بعضهم. لا لا بهزر، الستر والرضا وراحة البال والطمأنينة والأمان دول بالدنيا دي كلها، صح ولا لأ؟ طبعا صح ومليون صح. بس مفيش مانع برضو يعني لما تبقي قاعدة كده وتلاقي عليكي كده ايه، داخل لينا عليكي كده بشوية هدايا يحسسوكي كده ان انتي يعني اهو، مش كل مرة انتي تنزلي تشتري لنفسك بقى، مش كل مرة، مش كل مرة. اي نعم فيهم حاجات عندي منها وعندي زيها ولسه ما خلصتش. بصوا يعني المنظر عندي يعني حاجات متكرره، حاجات لسه متكرره، عطور ده لسه متكرر، يعني جايبين لي حاجات متكرره، شانيل، حاجات لسه متكرره. بس مفيش مشكله، حلو حلو يعني حلو، لازم نقول شكرا. يعني لما ابنك يدخل عليكي ولا جوزك يدخل عليكي ولا خطيبك يدخل عليكي بهدايا كده حلوه وانتي عندك زيها، بلاش التكشيره تمام، بلاش الوش الخشب ده وتزعلي وتتضايقي، تمام كده. طيب بصوا بقى يا حبايبي، اول حاجه، لا ده انا طالباه، دول انا طالباهم، هو ده الحاجه اللي انا طلبتها ولقيت بقى المهرجان ده، بس عشان انا كنت تعبانه شويه، تعبانه جدا، فاكرين التعب اقول لكم من الفتره اللي فاتت، فهما جايبين لي الهدايا دي علشان التعب بتاعي، فانا فرحانه فقلت تعالوا افرحكم. بصوا دوت سيرم رهيب جدا للبشره تمام، وده الكريم اللي هو سوري الليلي نايت كريم تمام. طيب الماركه دي اصلا ماركه جميله قوي اللي هي بوتانيسك، بوتانيكس، بوتانيكس تمام، بوتانيكس تمام. طيب انا بقى هوريكم حاجه حاجه، اول حاجه هوريكم ده لان انا اصلا بحب العطر ده جدا وبحب منه البينك، الاحمر كان اول مره اشمه وريحته طلعت صراحة يعني جميلة، الأحمر جميلة لدرجة حتى أعمل لكم عنه ريفيو لوحده ده تمام. الأحمر منه طلع ريحته خيال خيال تمام. اللي أنا مستعملاه قبل كده منه الوردي، الوردي تمام. فدي أول حاجة من الجميل عبد الصمد. بعد كده اه والله لسه موجودة ولسه نصها كمان، بس يلا حلو. أنا بحب العطر ده جدا، ليه؟ في الشتاء يعني حتى عشان انت بتحبيه في الشتاء، فعشان احنا داخلين على شتاء، موسم شتاء، فيكتوريا سيكريت اللي هو العود منها الاسود العطر ده اللي هو بامبشيل، يا جماعه خطير جدا في الشتاء. وقبل كده برضو انا كنت جايبه منه الشتاء اللي فاتت وقلت لكم ان في الشتاء بحب اجيبه تمام تمام. ايه تاني؟ ده والله بص، طب والله لا بوريكم عشان انا محروق دم. بس يلا فين 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 الوانها كلها عندي، الحمراء بعد موجوده اهي، شفتوا؟ بس حلو يلا تمام. واللوشن طبعا، لوشن حبيبي، والسبري والبودي ميست بحبه جدا جدا جدا، بعشقهم بعشقهم يا جماعه. والصغيره ليه؟ عشان انا بحب احط في الشنطه الصغير، يعني زي كده تمام، يعني احب اجيب الكبير الكبار والصغير، ليه؟ الصغيرين يبقوا في الشنطه، فاهميني؟ شاليه، مسافره، بعشق بحب الصغيرين. فانا الصغيره دي من زمان قوي كانت خالصه، ففعلا دي كنت انا محتاجه الصغيره. ايه تاني؟ في بتاعت اسمه ايه، بتاع بادي، ده بادي ده من بادي شوب، ده والبينك، بس البينك في الشنطة تمام، يعني ده واللون البينك شوية، بس البينك في شنطة ايدي، وده الأحمر حلو قوي قوي قوي. ايه تاني؟ الحاجات دي انا بحبها، يعني عايز يجيب حاجة اجيبه على ضمانتي. ايه تاني؟ دول برضو ذا وان، لسه عندي المجموعة كاملة، بس برضو جايبين لي مجموعة تانية كاملة منها تمام. وده انا ما استعملتهاش قبل كده بصراحة، النوع ده انا ما استعملتوش قبل كده، اللي هي المجموعة دي البنفسجي، ما استخدمتهاش قبل كده خالص. خليني افتحها معاكم، برشمة، دي برشمة اهي تمام. المجموعة دي ما استعملتهاش، بس حلوة.
حلو عشان من حبايب قلبي، لكن انا ما جربتهوش. وطبعا عشقي 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 والله بقى، بصوا يعني ما يعني انا عايزه، انا مش عارفه اتكلم، مش عارفه اتكلم. لا ومخليين الفاتوره عشان ايه يعني. تمام بصوا بقى، دول شانيل، فتحت واحده والتانية هخليها. ليه؟ لان جايبين لي اتنين، جايبين الوردي وجايبين لي اللي بحب استعملها. تمام، فانا اوريدي لسه الوردي زي ما هي، التانية هي اللي فتحتها لان اوريدي هي ما بقاش فيها شويه صغننين خالص. خلاص تمام، هي دي الهدايا بتاعتي. الحمد لله على سلامتي، والف سلامه عليا وعلى صحتي يا رب، ويا رب يشفيني وعافيني ويعفو عني وكده، وطبعا يا رب تعالي الامراض وتجيلي هدايا من غير امراض بس. واهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه كلمتين بقى كده مهمين، بلاش تزعلوا بعض عشان ما تكلفوش نفسكم هدايا، بلاش تضايقوني وانا اتعب نفسيا وامرض في الاخر تروحوا تجيبوا لي هدايا. بلاش ايه تاني، بلاش ايه، بلاش ايه، ما فيش احلى من كده. يلا بقى هقعد ارص حاجتي بمزاج، هنضف التسريحه، التسريحه اصلا عندي بهدله خالص، وهقعد ارص حاجتي بمزاج. انا فيا طبع يا جماعه، لو عندي عطور كتير، لو عندي قصدي عطر بستعمله وجالي عطر او حاجه بشيله عادي جدا، اعمله كده، ولما تخلصي يعني يخلص عندك افتحي ومفيش مشكله. تمام، بحبكم كتير قوي، ويا رب يسعدكم ويسعدني ويريح قلبي ويريح قلبكم ويكرمنا جميعا يا رب يا رب يا رب، اللهم امين. وعايزه اقول لكم ان الرزق مش دايما فلوس، الرزق ممكن لو حد بيحبك من قلبه ده احلى رزق في الدنيا، حد بيخاف عليكي ده يعني احلى رزق من الدنيا. صحتك، الصحه دي حاجه مهمه جدا، الواحد لما بيتعب قوي، انا كنت تعبانه تعب ولغايه دلوقتي وما زلت ماشي، والله اعلم امتى هتعافى من اللي انا فيه، بس بقول لكم الصحه فعلا دي اهم حاجه في الدنيا دي كلها بجد، الصحه دي اهم حاجه. فيا رب كده يديكم الصحه ويديكم العافيه ويبعد عنكم الامراض، وبلاش تتنكدوا على اي حاجه، بلاش تخلوا الزعل يسيطر عليكم. كالعاده ما بحبش بس مجرد اطلع اوريكم حاجه، انا مش طالعه اوريكم حاجه وبس، طالعه اقول لكم دي هديه شفايه. وعايزه اقول لكم ان الصحه لو انت اجهدتي نفسك انت اللي هتتعبي لوحدك، وانت اللي هتقعدي تعالجي في نفسك، وانت اللي هيتقفقف منك، وانت اللي هيتزهق منك، وانت اللي هتكوني حساسه وحاسه ان انت مكسوفه ومتضايقه وحاسه ان الكل زهقان منك، وممكن ما يكونش كده بس برضو، وده بيوصل بتوصلي كده لايه؟ بسبب النكد. يعني طول ما انت حاطه في نفسك في نكد وفي دايره نكد وتحطي في نفسك وتاكلي في نفسك انت اللي هتتعبي وتمرضي في الاخر. حاجه تانية كمان، ما تخلوش الاجواء الخارجيه تسيطر على حياتك وعلى بيتك، بلاش تخلي اي حد يضايقك بكلمه وتاخدي في نفسك وفي اعصابك وعلى حياتك وتعكري على بيتك وعلى جوزك وعلى اولادك، وفي الاخر انت يعني وهم يبقوا عايشين حياتهم جدا وانت هتبقي المتنكده. اللي بيحبك هما اللي مش هيبقوا عاوزين يزعلوك، اللي بيحبك مش هيرضى يضايقك ولا يخنقك ولا يزعلك، اللي بيحبك هيبقى دايما فاهمك صح. يعني اللي بيحبك هيبقى دايما فاهمك صح، عمره ما هيفهمك غلط، عمره ما هيفهمك غلط. اللي بيحبك هيتقبل اعتذارك لو انت غلطتي بكل سلاسه وكل صدر رحب، ما دام الغلط ده ما كسرش كرامه حد ولا ضايق حد، بيبقى الدنيا بتمشي يا جماعة، الدنيا بتمشي. وبعدين انتوا يعني كل واحد بيتقمص كده وبيزعل جدا قوي 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 وبياخد على كرامته قوي وبيزعل وبيتقهر وبيبعد وبيتشنك وبيتنك، ليه ما كانش كده لو هم أمك عايشة؟ ليه وهم أمك عايشة كده ما بتشوفيش الناس دي بتبقى كرامتها عالية قوي كده ليه؟ بس انت بترجعي تقولي معلش، ما هي الغالية راحت، الظهر راح، السند راح، وبتضطري ان انت تتعاملي بقلبك وبطبتك وبتربيتك الجميله، وان انت تعملي نفسك خلاص مش واخده بالك، والناس القاسيه قلوبها دي البعد عنها غنيمه. الناس اللي قاسيه قلوبها يعني قلوبهم قاسيه دي صعب التعامل معاها، صعب صعب يتخاف منهم. الناس الغداره واللي بتزعل من حاجه بسيطه وتحاول تضايقك كده يعني، وبعدين عارفه يعني تبقى مش عارفه في ايه، فاهمه؟ ده البعد عنها غنيمه، هتزعلي هتتقهري هتتشنكي هتتنكي هتتضايقي، في الاخر انت لوحدك اللي هتشيلي اللي هتزعلي، فتزعلي ليه؟ لا ما تزعليش،
والله يا جماعة أنا بقول لكم كده لأن أنا يعني بتأثر بسرعة وبتضايق وبتخنق، وأي حد كده مش عارفة بحس إن أنا ببقى يعني عارفة مش عارفة ولا إزاي اللي بعشم قوي فاهمني، وتيجي تلاقي ردة فعل بتضايقك كده بتزعلي، بتيجي تكلمي حد وانتي بعشم كده وفرحانة وتيجي تتكبسي ببرود الرد بتتضايقي وبتزعلي وبتتخني. محدش يقول لا، محدش يقول لا يبقى كذاب، ولكن انا بقول ان احنا نتجاهل خلاص ونكمل مسيرتنا. هما مش هيحيونا ولا هيضيفوا لنا شيء، احنا كنا بنحبهم من قلب من غير ما نحتاج حاجه منهم، ولكن خلاص حصل كده هنعمل ايه؟ هنفضل مقصرين على نفسيتنا وعلى تعبنا ونتشال ونتحط؟ طب ما احنا عندنا ولاد، كل واحد عنده ولاده وعنده حياته وعنده بيته، التأثير فيهم والتأثير وإن احنا نأثر فيهم مش هيفيد، مش هيفيد. جوزك مش هيستحمل النكد كتير، ما فيش حد يقول إن راجل بيستحمل النكد كتير، ولادك مش هيستحملوا النكد الكتير، إخواتك حواليكي، الناس عايزة تفرح فاهميني، الناس عايزة اللي يديها طاقة إيجابية ويشدها لبره. انا لما والدتي اتوفت بقول لكم اول سنتين ده كنت او اول سنه ما حرفيا كنت عامله زي المجنونه زي التايهه مجنونه فعلا، انا حسيت عقلي حتى خف من كتر ما انا كنت بتصرف تصرفات مش طبيعيه، كنت الوم اللي ما لقاش ماما ازعل واتشنك بعد كده قلنا انا لما هديت كده قلت انا ايه اللي بعمله ده، ايه ده اللي انا عملته ده، ايه ده، ده الواحد خرب علاقاته ناس كتير بسبب الهبل اللي كان فيه ده. لا ويبدا يصالح، يبدا الناس بقى الحلوه بتسمع لك وتبلع لك، والناس الوحشه من جواها او في جواها اسيا وسواد دول ناس صعبه قوي والله العظيم صعب التعامل معاها. فنرجع نقول احنا كلنا عبد والعبد بيغلط، طول ما احنا عايشين بنغلط وبنطلب من الرحمن ومن ربنا ان احنا يسامحنا ويغفر لنا، فما بالك احنا بقى ما بيننا وما بين بعض ما بنغفرش لبعض ولا بنرحم بعض، يبقى بأي وش وبأي خلقه هنقابل ربنا ونقول له سامحنا بأي خلقه. عشان كده الواحد دايما يسامح، بس انتوا في حالكم واحنا في حالنا فاهمين، وده اللي حصل. بس حبايبي بحبكم كتير قوي، يا رب يرحم امي وابويا ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه ويريح قلوبنا، وبلاش تاخدوا كل حاجه على صدركم، لان انا بجد واحده عن نفسي كل حاجه باخدها على صدري لغايه اللحظه دي، وبالاخير انا اللي بتعب وانا اللي بعاني وانا اللي بتعالج من ده كله. بحبكم كتير، اللي بيحبني يدعي لي بالشفاء لاني انا الايام دي ملخبطه شويه. يلا حبايبي شكلي محتاجه لي عمره تانية كده ان شاء الله الشهر الجاي كده باذن الله يا رب يكتبها لي، ادعوا لي بس ربنا يكتبها لي الشهر الجاي واروح على فعلا محتاجاها. باي باي.